مايسترو نادر عباسي بسم الله ما شاء الله رجل متمكن ومتقن وحرفي جدا جدا في هذا المجال اللي هو قيادة الأوركسترا. طبعا زي ما قلت المايسترو نادر عباسي هو أساسا عازف، وعلى ما أذكر تقريبا كان عازف باسون اللي هو الفاجوت، ثم درس تأليف أعتقد في سويسرا وله باع في التأليف أيضا، ثم بعد كده شهدناه في قيادة الأوركسترا. قيادة الأوركسترا بقى تحديدا بالذات المايسترو نادر عباسي يعني له أعمال عديدة جدا جدا سواء داخل مصر أو خارج مصر. الأعمال دي سي في كبير جدا جدا لي فيها إتقان غير عادي، يعني سواء كانت الأعمال الأوروبية وقيادته لأوركسترات عالمية، أو الأعمال اللي كان بيقوم بقيادتها داخل مصر، أو على سبيل المثال مثلا شفنا شغله مع وقود الأوركسترا مع عمر خيرت، شفناه في قرية أوبرا عايدة، شفناه في بعض الأعمال في صاحبة السعادة مع سعاد يونس. هذا الرجل يعني احنا ندعو الله انه يحافظ لنا عليه اول حاجه، وان مصر طبعا مصر ولاده وفيها ناس كتير، ندعو الله ان ربنا يرزقنا بقاده مثل نادر عباسي، وان شاء الله مصر فيها كتير واللي جاي ان شاء الله احسن. المايسترو نادر عباسي في هذا العمل طبعا عمل مجهود جبار مش عادي. طبعا كان في جزئية مهمة جدا بس عايز اتكلم عليها بغض النظر عن قيادة اوركسترا لايف لهذا الوقت، في حتة ان هو بيقود لايف موسيقى لايف في مكان والموكب خارج من مكان اخر، وعشان يحصل سينكرونيزيشن ما بين التزامن ما بين الخروج المومياوات من المتحف القديم عشان يوصلوا للمتحف الجديد محسوبه بتايم معين، وخلال هذا الموكب بيخش كمان بلاي باك ورقصات، فالموضوع صعب يتحكم الا بعمل شاق جدا جدا وحساب دقيق للتوقيت بالدقيقه او بالثانيه، علشان لو فرقت يعني احنا متعودين دايما المواكب زي دي بتبقى الفرقه مصاحبه للموكب، بيبقوا مع بعض ماشيين، يعني الموكب ماشي والفرقه دي مثلا راكبه على عربيه ماشيين مع الارض عاملين، فبيبقوا ماشيين مع بعض، اتاخرنا مع بعض، جرينا مع بعض، يعني الموضوع احنا مع بعض. لكن حته ان الاوركسترا في مكان والخروج من مكان تاني وهيمشوا في شوارع، يعني الموضوع فيه صعوبه، حتى حته السبيس اللي ما بين السيارات اللي نقله الملوك منتظمه، يعني تحس ان هي مثلا عدد امتار معين كان ده قطار ماشي منتظم. طب هذا المسافات اللي ما بين العربيات دي محسوبه بالنسبه للموسيقى عشان لما يجي عند المنطقه دي لازم يحصل كذا، فالموسيقى مكتوبه بعدد معين متواكب ومتزامن في الحتة الفلانية دي عشان هيحصل هنا كذا. فدي كان فيها دقة وحاجة اعتقد على ما اعتقد انها اول مرة تحصل، يعني زي ما قلت لكم احنا متعودين الموكب بيبقى ماشي مع الفرقة او قاعدين مع بعض، يعني المهم هما مع بعض، لكن ده في حتة وده في حتة وبيتنقل عبر الستلايت، او الموضوع ايه على ما اظن ده كان يمكن اول مرة يحصل. دي جزئية. لا بس في حاجه تانية بس فضل. كمان نقطه الحته دي ان هو كان برضو كان متسنكب مع الموسيقى العسكريه اللي بتتعزف لايف هناك، يعني هو ماشي يعني كان في موسيقى عسكريه واقفه في التحقيق. وخلي بالك بقى في جزئيه النقل ما بين المتحف وما بين اللايف في تقريبا فرق من 3 ل 4 ثواني او يمكن ثانيتين على الاقل، فازاي محسوبه ان الصوت هيروح متاخر 3 ثواني وبعدين هيرد يتزع؟ هي موضوع الموضوع ده يعني انا بصراحه يعني عجبني قوي 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 الفكره ان الموضوع كله لايف. نروح بقى لحته جميله جدا، الفرقه الاوركسترا
احنا اتكلمنا عن الكورال، هو تقريبا في حدود من 80 ل 90 اعتقد الاوركسترا هيبقوا زيهم يعني، يعني ان ما كانوش يزيدوا شويه يعني ممكن يكونوا برضو 90 80 اعتقد ترى ما عدتش طبعا، بس احنا عندنا يعني ايه بالرؤيه كده احنا عندنا في فرده المسرح بنقدر نعمل تقييم يعني ايه بالتناسب العددي، فبنقدر نحط رقم قريب يعني اعتقد اوركسترا هيكون ما بين 90 ل 100 ما اعرفش، بس هو هيبقى في الحدود دي. فلما نقول اوركسترا من 90 ل 100 وكورال من 80 ل 90 فده عدد مهول. الفيل هارمونيك اللي احنا كنا شايفينه اللي هو من 90 ل 100 عازف ده، ده علشان يخرج عمل ذاكره وعشان يحصل تزامن بينهم، وده مجهود كبير جدا. العازفين طبعا اغلبهم ما اعرفهمش، ولكن بيتضح بيبان من تكنيك الاداء ان الناس اللي قاعده دي كلها منطقة، يعني الناس دي ما قعدتش في المكان ده او في الاوركسترا ده. وانا اللي اعرفه ان الاوركسترا اللي هو الفيل هارمونيك في الاوركسترا الاتحاد الفيل هارموني اللي هو انشاه المايسترو نادر عباسي، يعني اكيد اكيد مليون في الميه هو ما اختارش العناصر لا بمسميات ولا لا بالكفاءات. الاسلوب الاداء سواء كان وتريات نفخ خشبي نفخ نحاسي كان في كفاءات عاليه وواضحه في اسلوب الاداء نفسه في العزف، يعني الموضوع كان واضح. فالعازفين اللي كانوا موجودين دول مش اي عازفين، عازفين احنا كمصر بالفيلهارمونيك ده في رايي الشخصي ان هو يضاهي اكبر اوركسترات واكبر فيلهارمونيك، يعني نقدر نتحدى بيه اكبر اوركسترات في العالم بالكفاءات اللي انا شفتها دي في اليوم ده. الناس دي ناس قطعت مشوار طويل جدا جدا في دراستها وفي العزف عشان يوصلوا لهذه الكفاءه او لهذه الدرجه من الكفاءه. ظني يا دكتور احمد ان دي مقصوده. مين اللي وراها انا ما اعرفش، يعني مين وراها ممكن قد يكون المايسترو نادر العباسي، وده بنسبه اكبر اللي هو بيختار، هو اللي بيقرر مين العازفين والعازفات، لان هو الفيل هارمونيك بتاعه غالبا هيكون مايسترو نادر العباسي، او قد يكون في نقاش بينه وبين هشام نزيه، في نقاش ثلاثي ما بينه وبين هشام وبين احمد اللي كاتب، يعني الله اعلم ايه الحق. بس هي حته ان طقم الايقاع كله بنات ستات، الله الله يا مصر، يعني موضوع جميل قوي. وبعدين بقى ايه، هو مش عازفات بس، هم عازفات يعني شاطرين جدا كفاءه عاليه، الالتزام والشك كانه عساكر، يعني البنت واقفه ماسكه الضف وعينها على المايسترو وبنلحق، وبعدين ايه ضربه الضف مش الضربه التقليديه بتاعتنا الشعبيه بتاعت، لا ضربه فرعونيه، طريقه ماسكه الضف لما نيجي نراجع الجداريات ونيجي نراجع ده هنلاقي نفس طريقه المسكه، الله اعلم برده مقصود ولا لا، يعني نراجع الحته دي كده، يعني انا برضو هرجعها تاني، ربما يكون في صور مختلفه، بس انا لاحظت ان ماسكه الضف يعني تقريبا مش عايز اقول تيبيكال بس بنسبه تتعدى 70% زي طريقه ماسكه الضف عند الفراعنه. فدي برضو حته مهمه نحطها في الاقل عن هذه العظمه وهذه الفخامه، بل بالعكس ان شاء الله اللي جاي احسن كتير. طبعا بقى يعني هو وفق جدا جدا في العمل ككل، احداث الموكب وهم ماشيين الخروج والدخول والشوارع، ولما وصلوا ولما فخامه الرئيس خرج عشان يستقبلهم ووقف لهم، الموسيقى معموله بعنايه فائقه ومدروس التايم بتاعها كويس جدا. كمان ادوات المؤلف مع ادوات المايسترو مع ادوات الراجل اللي عمل الاوركستريشن احمد موجي، الثلاثه دول كده توليفه وبنبنايه كده في مصر لازم نحافظ عليهم. المهم احنا سمعنا حاجه جميله معموله باتقان، وبدا يبقى في ودنا يخش فيها حاجه اسمها هيروغليفي. لا هو الحاجه الجميله دلوقتي ان في ناس بتبتدي، انا بشوف ناس كتيره دلوقتي بتعيد سماعها. يعني في الطبيعي حاجه زي كده انت بتسمعها يوم الحفله وخلاص، لكن في ناس دلوقتي بتكررها وبتسمعها عليها نسبة مشاهدة بتجيبها، وتحديدا هذه الفقرة الغنائية بالرغم ان احنا الحدث كبير والتايمنج بتاعه كبير وهناك عدة يعني انتقالات موسيقية يعني الموضوع كبير وكورال شرح كبير، الا هذه الفقرة اللي هي ترنيمة ازيز دي
ده حاجه صح. فهي زي ما بقول كده بقى التردع اهي بدانا نسمع هيروغليفي مش نقرا هيروغليفي بدانا نسمع. فايه المانع يبقى في اخناتون بعد كده في من حطب وفي توت عنخ امون بقى نسمع بقى نروح بقى بس ده يعني تقريبا الجوانب الموسيقيه اللي كنا ممكن نتحدث فيها في اللايف بتاع حضرتك. مش عارف انت تحب انت عايز تسالني عن حاجه عايز تقول انا حاجة. انا اهم حاجه أنا زي ما لا حضرتك انت طبعا كفيت ووفيت وفعلا في حاجات حلوه جدا يعني الملاحظات دي ما حدش كان هيلاحظها او ما حدش كان هيفكر فيها زي مثلا اللي هي ان فعلا الايقاع كلهم بنات. نعم. لان كل الفراعنه وكل البرديات ان كل العزف دي ملحوظه مهمه جدا 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 جدا. ما هو ده عشان كده انا بقول ان العمل ده بينقلنا وبيخلي سقف توقعاتنا لاي حاجه هتحصل بعد كده يعلى. نعم. ان انا دلوقتي مش متوقع انا دلوقتي انت عليت لي سقف توقعاتي لاي حدث هيحصل بعد كده انت عليته لي. عشان كده انا بقول ان الحاجات دي هي اللي بتنمي الشخصيه. نعم. ودي اللي لازم ان احنا نحاول ان هم يعملوها من دلوقتي او يحاولوا ينتبهوا ليها. ده الجانب الاجتماعي اللي محتاجين طبعًا نظبطه بنسبه كبيره فعلا محتاجين ده طبعا. يعني ان شاء الله القادم احسن ان شاء الله. يعني بشاير اهي بدات تنادى. انا عاجبني فكره ان احنا كشعب كلنا تكاتفنا واتحدنا سمعيا وفنيا في ان احنا نسمع هذا اللون من الموسيقى وهذا اللون من الغناء. تمام. وامل ما حدش بس يعني بعد اللقاء بتاعك ما الاقيش حد بيستقبلني في درامر توب. لا 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 بالعكس. امل ان انا اسمع من اوركسترا هقول اهو كلمه ما حدش يضربني مهرجان. ايه المانع بس عشان في الحته دي محتاجه دراسه برضو لان انا شغال في على الحته دي دلوقتي حته ايه موسيقى المهرجانات دي وليه الشعب كتير جدا راح لها بفئات مختلفه وثقافات مختلفه. تخش انا بنتي وابني خريجين موسيقى دول دارسين وبنتي بيانيست شاطره جدا وبتلعب بقى مؤلفات عالميه لكن لما نيجي نكون خارجين شغال لحسن شاكوش وبتاع فلازم دي تتحط في عين الاعتبار تعمل عليها دراسه وبحث. وايه المانع طالما الموسيقى دي دخلت وجدان فئه كبيره من الشعب ايه الموسيقى ايه المانع ان اوظفها اوظفها بالظبط وده اللي احنا بنقول عليه ان هو بتتطوع. انا مشكلتي في المهرجان ده مش شكل موسيقي انا مشكلتي كلام بالظبط ركب لي كلام طبعا الشكل الموسيقي ده مقبول وحط فيه بقى يعني فكر تاني مش هلغيه بالعكس هطوره ووظفه وتطلع حاجه كده جميله بتاع الميكروباص زي ما شغل ترنيمه ازيس يوم يشغل الشعبي المهرجان الجديد اللي هو هيبقى فخور بيه وهو شغال في الميكروباص والناس هتحبه وتسمعه زي ما حبت الترنيمه كده وقعدت تسمع. كمان بقى الترنيمه في حد ذاتها هي كان ليها يعني ايه يعني ترتيبه كده معينه الاستهلال والخشوع والموضوع كده وهو بادئ ضعيف كده وبعدين التفاعل لما بيوصل للذروه وتبدا جميع كل الالات تخش كلها في خشم وهنا في هنا حازم والكبار كله اشتغل والثلاث مطربات اللي هي الذروه على الاخر وبينزل ده حرفيه واتقان في التاليف حرفيه واتقان في الكتابه الاوركستريه احمد الموجي حرفيه واتقان من المايسترو رونالد العباسي انه اخرج لنا هذا العمل بالشكل ده والديناميكس ده حرفيه واتقان من الفين هارمونيك والكواير الموجود حقيقي حاجه يعني احنا نفخر بيها مصر كلها كل مصري اصيل لابد ان يفخر بهذا العمل وان لم يفخر بهذا العمل فهو ليس مصري حقيقي ده حقيقي دي حقيقة. أرجو تكون أو كنت ضيف خفيف ما كنتش أزعجتكم أو أكون دخلت في تفاصيل قد لا تعني العامة يعني أنا قلت أوضح الموضوع بشكل لا يعني حضرتك بجد من أمتع ومن أحلى الحاجات اللي اتعملت ومن أمتع الحوارات اللي اتعملت بجد لأن المعلومات اللي فيها جزء
زي ما بقول لحضرتك فتحت عينينا على حاجات كتيره جدا. يعني كان هتكلم على المستوى الشخصي واعتقد ان ده هيشاركني فيه ناس كتيره جدا. ملاحظات مهمه جدا. وعشان كده انا بقول لحضرتك الكلام اللي حضرتك بتقوله ده خلانا لما نقول او نيجي ننتقد عمله. لكن ما بعد هذا الحدث الناس ابتدت تتكلم في الفاين ديتيلز. ابتدت تتكلم في الفاين ديتيلز. انك انت دلوقتي خلاص انت عليت سقف الطموح بتاعي، عليت الاكسبكتيشنز بتاعتي، التوقعات بتاعتي، ان انا لما بعمل عمل لا انا لازم اشوف الفاين ديتيلز بتاعته، الحاجات الصغيره. اقول لك على حاجه بقى دكتور، بمناسبه الحته اللي انت بتتكلم فيها دي تحديدا، يعني في رايي المتواضع رايي الشخصي، هذا الشعب لن يقبل بعد كده في حدث مثل هذا او على نفس المستوى بحاجه اقل من كده. طبعا خلاص مش هينفع، مش هينفع تديني جرعه اقل من دي. جرعه اقل من دي هتلاقي شعبي بيعملك كده يعني. ايوه لا خلاص انت خلاص على الجمال ده، فلازم يكون الموضوع بعد كده بنفس المستوى او اعلى، وان شاء الله اعلى، وان شاء الله اعلى، ان شاء الله اعلى باذن الله. جدا 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 ان احنا نقدر. هو 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 اكبر رساله انا بقول ان هي توجهت للعالم كله ان مصر تستطيع لو عايزين. هي بقى كلمه بقى لو حبينا او لو اردنا نستطيع. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تسلم لي تسلم لي، ميرسي جدا 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 سياده المايسترو محمد فكاني، بجد انا استمتعت جدا 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 بلقاء حضرتك النهارده، وفعلا اشكرك بجد على الوجبه اللذيذه الفنيه الدسمه جدا، وهذا الشرح لحدث يستحق فعلا ان احنا نديله كل هذا الاهتمام. تسلم لي تسلم لي يا فندم، وان شاء الله احنا في انتظارك طبعا انك تبقى معانا على طول. رمضان جاي هو دينا قاعدين بقى، هيبقى ان شاء الله باذن الله يا فندم. ميرسي جدا.